لما الترند مصر الجديد تصنع. في العالم، يعني الطيارة دي، معلش انا بقطع حضرتك لا كتير. لا ما تقطعنيش، بس مشكلة بتاعت تحت بس أمرك. الموضوع انت عارف إيه، ساعات بتبقى في حاجات مش جماهيرية وبتبقى يبقى الكلام فيها زي ما بنقول كده، يعني مجعلص شوية. بس انا تمام. الموضوعات دي بحب ابسطها قوي للمواطن طيب بص عشان يا مدام يعرف عزة، قدرة مصر، قدرة صاحبة النهارده القرار. نعم العالم كله دخل على الطيارات المسيرة بدون طيار. ليه؟ الطيارة الاف 16 ثمنها كام النهارده؟ 100 اي مليون دولار. فانت النهارده لما تستخدم الطيارة المسيرة وتطلع تضرب هدف، وحتى لو اتضربت لا طيار مات ولا انت صحيح خسرت 100 مليون، صحيح فالنهارده الترند في العالم الطيارات المسيرة. أي. فانت النهارده دفعتي طيارات مسيرة جديدة في العالم، صنعتيها في مصر وهتبيعيها، والعلم مستواها الفني هايل هايل. تمام وانا مش هتكلم غير اما هم يقولوا بقى من عندهم بكره في الشرح بتاعهم هم لما يشرحوا، لكن القدرات والمستوى هو مستوى عالمي. مستوى عالمي، نعم، يعني نقول ايه، يصل الى مستوى الاحتراف في العالم ما كله. شاء الله ما شاء الله. ايضا في 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 في, في هذا المعرض مصر عرضت لاول مره معدات مقاومه الارهاب، واحنا عندنا خبره كبيره جدا، عندك عربيات مدرعه مقاومه الارهاب، معدات كتيره، الكشف على غام. فالمعرض ده انت متميزه فيه حاجات مش عند الناس التانيه. الله. طيب النهارده الفايده اللي هتعود على مصر ايه؟ مهمه قوي نقول للمواطن، بنقول له الفايده اللي زي للمشاهد ما احنا قلت لك بنعمل المعرض ده، المعرض هنسوق ده ما السلاح كانش عندنا صناعه، بقت عندنا صناعه، بالظبط، وبنعرض احدث الحاجات بصناعه مصريه، وخدنا النوهاو من دول كتيره جدا، وهنسوق يا مدام عزة، هنسوق سلاح، لان اهم حاجه السلاح ده مكلف وبيستنزف، فانت هتسوقي سلاحك. النهارده في دول افريقيه تيجي تقول لك طب اعمل معاك جوين فينشر، زي ما احنا ما عملنا مع ايطاليا، اخذنا منها الفرقاطات وقلت لها لو سمحتي تعالي اعملي عندنا 2 فرقاطه في ميناء في اسكندريه، في الترسانه، هم عايزين يعملوا كده معانا، يبقى في تداخل، يبقى احنا عملنا علاقات وطيده مع دول افريقيه. المعرض ده نتائجه هائله وتاخر من سنين، ولكن مصر حققت مكسب كبير. اهم حاجه بقى الناس جم لقوا اوروبا فيها كورونا واحنا بنعمل معرض من اهم المعارض، لقت العالم صحيح. كله عنده يعني عنده مشكله الارهاب، احنا صحيح. ما عندناش ارهاب، الحمد الناس جم لله ولقوا الحمد مصر لله. امنه مستقره، البلاد طبعا فيها صراعات واحنا بنفتتح الاقصر وبنفتتح تمام وبنشوف بالظبط صحيح. فالحمد لله مصر دايما الحمد منوره لله. باذن الله. سؤالي اللهم امين، سؤالي الاخير لحضرتك بعد اذنك دكتور سمير، لانه الخبر حالا انه السيد الرئيس استقبل النهارده رئيس شركه داسو الفرنسيه للصناعات الجويه المصنعه لطائرات الرافال الحربيه، وهم بيشاركوا في المعرض. خبر زي ده واستقبال واللقاء مع اصحاب الشركات العالمية. انت عارفه ان مصر بقى ليها يد كبيره، لان احنا اول دوله اشترت الرافال. نعم. اشترينا 24 طياره وبعدين اشترينا 30 السنه اللي فاتت. نعم. بعد ما مصر اشترت الرافال، مش هنقول قطر، الهند اللي هي القوه الرابعه عسكريه في العالم اشترت الرافال عشان مصر اشترت الرافال، لانهم عارفين قيمه مصر وتقديرها. نعم. فالنهارده استقبال سياده الرئيس لرئيس مجلس اداره شركه داسو الفرنسيه، واحنا لنا علاقات كويسه قبل كده، كان بتصنع المراج، صحيح، النهارده خدنا منها الرافال. فطبعا بيتكلم سياده الرئيس طبعا على التكنيكال سبورت بعد كده، في الصيانه، تدريب الفنيين بتوعنا، هل ممكن نعمل تصنيع مشترك بعدين قدام. فلا شك بتبقى مثل هذه اللقاءات بتحقق فايده كبيره جدا.